صباح الخير عليكم من جديد متابعينا واللي انضموا لمتابعتنا الان لتكمله ما تبقى او بدايتنا لصباح الشروق. اهلا بكم. كثير مننا بيعاني في البيت من واحده من الحاجات الخطيره وصعبه جدا وبتضايقوا منها كثير من الناس، بيقول لك والله ما تنوم مع فلان عشان بيشخر وبيشخر. بنلقى الشخير ده ذاته مراحل، في زول بيقول لك والله زول ده بيشخر بنغمات، وفي زول بيقول لك والله ولدي الصغير ده بيشخر. فكثير من التساؤلات اللي بتجينا الشخير ده سببه شنو، في ناس بيقولوا ارتفاع الضغط، وفي زول بيقول لك فلان عنده لوزه ثالثه، واي زول بتلقى بيكون عنده مغوله مختلفه. لكن احنا الليله ذاتنا عشان نعرف الشخير ده سببه شنو، اللي هو متلازمه، هل بيكون متلازمه انقطاع التنفس عند الانسان ولا اللي بيحصل شنو؟ اسئلتنا كثيره واسئله المشاهد كثيره. حبينا يكون ضيفنا في هذا الصباح من خلال استشارتنا دكتور محمد صديق، استشاري الانف والاذن والحنجره. صباح الخير عليك عبر هذا الصباح. صباح الخير. صباح الخير على جميع المشاهدين، وتحيه الصحه والعافيه للجميع. الله يديك العافيه. الله يبارك فيك دكتور. مساله الشخير دي مساله صعبه، وخلينا حزات نقولها بالبلدي، الناس دي كلها تضايق منها. اي زول داير يعرف انه هو بيشخر ليه؟ هي يعني الحاجه المزعجة إنه الشخير ده صوت بيجي في وقت مفروض يكون ما فيه صوت، وبنغمات يعني بالليل، يعني الناس بتجي تطلب الهدوء، تطلب الراحة بعد الكبد والعناء خلال اليوم. صحيح. فأنت ما ممكن يعني كل كم ساعة دار زي ما بيقولوا دار تتكي فيها وتاخذ راحتك، يجي زول جنبك يغلق منامك ما يخليك تنوم. الشخير طبعا هو طبعا من الأصوات اللي بتصدر أثناء النوم. يعني ما في شخير والزول صاحي إلا في بعض الدرجات المتقدمة شديد. وبالبسيط كده يعني إذا دارين أقول الشخير ده شنو، هو صوت ناتج من الاهتزاز بتاع الحنك الرخو بالبلد الناس بيقول لها لها الجزء المتنازل تحت في البلعوم الفموي. السؤال المنطقي اللي بيجي الشيء اللي بيخلي الحكايه دي تهتز لما تطلع الصوت شنو؟ بالاصوات فلان وعين فلان، والصوت ذاته يعني بعد مرات يكون خفيف حجمه، بعد مرات يكون حاجه مزعجه جدا جدا. فالحاجه اللي بتخلي لهذه تهتز شنو؟ الهواء دائما سبحان الله يعني خلقه ربنا الهواء ما بيمشي في تيار مباشر، بيمشي في حركه دائريه منتظمه. مجرد ما يدخل في الانف لحد ما ينزل في الرئه. في الرئه. الحركة الدائرية المنتظمة دي بتمشي بصورة سلسة وناعمة. نعم. ما بتخلق أي أثر ميكانيكي. إذا اضطرب مسار الهواء ده نتيجة لضيق لممر الهواء في أي حتة من الحتات اللي بيمر بها الهواء، نعم، جهاز التنفس العلوي، طوالي الحتة بتضطرب بيقوم يخلق حركة ميكانيكية في اللها. الحركة الميكانيكية دي بيطلع الصوت ده. يعني لو بعدين زول بيكون فاتح خشمه ليه لما يشخر يا دكتور؟ هسه الصوره اللي قدامنا دي الزول ده بيفتش لهواء لتنفس ولا الحاصل شنو؟ يعني انا بقول دائما انه اخواننا الفنانين والناس الرسامين وكده يعني مدركين للبعد بتاع مصدر الصوت والاهتزاز بكيف، لانه دائما يعني في مسلسلات الاطفال انت لما تشاهد لما يجيب لك طفل بيشخر بدون صوت بيفتح الخشم بيجيب لك الريشه جوا بترجف كرر كده. ده هل دي صحيح؟ ايوه ده بالضبط التعريف الصحيح السليم من ناحيه طبيه لاصدار الصوت. فده معناه شنو؟ معناه في ادراك بواسطه اخواننا الفنانين للتعريف السليم. نعم. للمساله بتاعت الشخير دي. فيلا درجه الاضطراب في مسار الهواء مع درجه الاهتزاز والحركه الميكانيكيه دي بيعتمد على درجه الصوت اللي بيطلع. فكل ما كان القفل كبير والاهتزاز شديد ده بيخلق شخير. عنده علاقه بالوزن؟ طبعا. الحركه دي ما هو بعدين احنا بنجي للخطوه اللي بعدها. الشيء اللي بيخلي مسار الهواء يضطرب شنو؟ يا اما ضيق في مجرى الهواء في الانف او خلف الانف في البلعوم لحد الحلق. الضيق ده اللي بيعمل شنو؟ ممكن يكون شكل الزول النايم يا دكتور في الصور اللي بيجيبوها لنا في الشاشه دي، يعني شكلها صعب جدا جدا. والشخير ارتبط دائما بيكون عند الرجال، لكن لما يكون عند النساء بيبقى شكله مقلق اكثر. والله ما بس يعني هو الشخير بالمناسبه اسبابه متساويه في الرجال والنساء، لكن عاده عندنا هنا في السودان يعني النساء شويه الاوزان بتكون زايده، العضلات بتكون يعني ما عندها التوتر الكافي بيخليها تفتح زي الرجال. لكن هل الاسباب دي عند الاطفال والكبار نفس الاسباب؟ لا لا لا، هي طيب. الاسباب بتاعت الشخير عند الاطفال تختلف تماما عن الاسباب بتاعت الناس الكبار. الـ 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 الاطفال الصغار
دائما ضيق مجرى الهواء، لانه العضلات بتاعتهم بتكون جيده الا يكون عندهم امراض جينيه مثلا زي المتلازمه بتاع داون هنا كده بيقول لها تقول لك ده منغولي. فديل اساسا عندهم خلل في التوتر بتاع العضله فبيكون مرخي، بالتالي اي مرور هواء داخل بيحصل انهيار للعضله بتصدر صوت. الاطفال من اشهر الحاجات موجوده عندنا في الشخير في الاطفال هي المساله زي ما انت بديت الكلام بتاعت اللوزه الثالثه. اها صحيح. اللوزه الثالثه هي بتعمل شنو؟ ما بتعمل انسداد جزئي لمجرى الهواء. نعم. بالتالي المسار بتاع الهواء اللي قلناه اول بيضطرب. بالتالي بيشخر. برضه اللوزتين المشاكل بتاعت العيوب الخلقيه في الانف في الاطفال والمشاكل بتاعت القضاريف في الاطفال، اي حاجه بتعمل انسداد او ضيق جزء او انسداد جزئي في مجرى الهواء سواء كان في الانف سواء كان في الحلق بتصدر الشخير. الناس الكبار بعضهم بيشخر نتيجه لزياده الوزن مثلا. أيوة. زياده الوزن بتزيد الدهون في الرقبه. الانبوب بتاع البلعوم بيضيق بالضغط بضيق. بتاع بيبقى ضيق بيعمل اضطراب في مسار الهواء. في بعض الناس مع تقدم السن التوتر بتاع العضله، يعني الزول الطبيعي بيكون عنده توتر معين في العضله بيقوم. أيوة. يرخي التوتر ده. مجرد ما رخى التوتر بتاع البلعوم الحلقي ده بيعمل شخير. في بعض الناس الاوضاع بتاعتهم اثناء النوم هسه عايز اقول لك دي واحده من الحاجات اللي بتاثر، بتلقى زول بيصحوه بيقول له فلان صلح نومتك صلح نومتك. الحاجه دي عندها تاثير فعلا؟ عندها لانها دي عندك في اوضاع معينه مع الارتخاء بتاع العضلات مثلا زي قاع اللسان يرجع لورا يكفي للمجرى بتاع الهواء. فانت لو غيرت الاتجاه بتاعك بالتالي ما في كتله رجعت لورا قفلت، يبقى معناها في طريقه بتاعت نوم صحيحه عشان الواحد ما يشخر او يتفادى الشخير. أيوة مثلا. ايوه ايوه على الجنب مثلا، على الجنب طبعا. على الجنب بيجنب كثير من المشاكل. ويعني جنب يمين شمال ما يفرق، لكن طبعا احنا كمسلمين الناس بيقول لك ترقد يمين. صحيح. يعني ان شاء الله ربنا يجعلنا من اصحاب اليمين. اللهم امين يا رب العالمين. فالوضع بتاعك له اثر. في بعض الناس بيشخروا نتيجه لعيوب خلقيه. يعني الممر بتاع الهواء مثلا، هو طبعا الطفل لحد عمر سنه الهواء بيدخل فقط عن طريق الانف. سبحان الله. بعد سنه يبدا يدخل عن طريق الانف والفم. مع تقدم السن يعني الانف الفم بتستخدمه في حاله حدوث مشكله في الانف. يعني مجرد ما زول فتح خشمه فتحت خشمك بتقول ان المسار الثاني فيه مشكله. لانه الشيء الطبيعي انت وقت تنوم او اي حد ياخذ هدوء كده بيكون الفم قافل. لانه اساسا الهواء الداخل بالانف كافي. الا تحصل مشكله في الـ في الـ في الـ في, الـ في الانف او احتياج زايد، يعني مثلا زي الرياضيين لما يكون بيعمل في تمارين وكده فبيكون داير يشتغل يشيل هواء بالجنبتين بالانف وبالفم. نعم. فبتلقى الرياضي شغال وهو ما فاتح الفم. ايوه بياخذ بهنا وبهنا. صحيح. مع النوم عادة ما في اخذ هواء بالفم. اخذ الهواء كله ب الانف. نعم. فانت مجرد ما يكون عندك مشكله في الانف بتفتح الفم، دخول الهواء بالاتجاهين ذاته بيزيد الحركه الميكانيكيه اللي بتخلي لها ترخي. لكن اشهر الحاجات في الاطفال هي اللوزه الثالثه. اذا شالوا اللوزه الثالثه يبقى ما في شخير عند الاطفال؟ طوال يختفي تلقائيا. لانه هم بيتعبوا منها. هي بتاثر تاثيرات سالبه. طبعا المشكله الاساسيه في الشخير يعني التبعات اللي بتجي انت اذا ما قادر تاخذ هواء، خلي الصوت يعني. نعم. اذا ما قادر تاخذ هواء ده معناه كميه الاكسجين الداخله للجسم قليله. والنقص بتاع احتياج الاكسجين ذاته عنده تاثيرات سالبه. والمجهود اللي انت بتبذله عشان تقاوم الانسداد برضه عنده تاثيرات سالبه على القلب على الرئتين. نعم. على ضغط الدم على الاكسجين اللي بيدخل الدماغ على حجم عضله القلب. يبقى معناه يا دكتور مدام في اسباب في علاج للشخير. الشخير ده ذاته عنده علاج، عنده حبوب، عنده دواء، عنده حاجه بتتاخد. نحن نقول للناس انه الشخير ده عنده علاج عشان تتفاده. في الناس الكبار طبعا بيفرق من الاطفال. اها. في الاطفال غالبا بدرجه كبيره جدا العلاج جراحي. يتشال اللوزه الثالثه والمشكله اذا كانت هي السبب. نعم. اما اذا في حاجات ثانيه برضه كل الاسباب الثانيه اللي بتعمل الشخير في الاطفال كلها بترجح احتماليه التدخل الجراحي. في الكبار. نعم. زياده الوزن واحده من المشاكل الكبيره جدا جدا. بعد زياده الوزن في تدخلات جراحيه يعني تتحكم في الوزن.
وتشوف اذا كانت العوامل بتاعت قفل الانف اذا اخذت لها يعني ممكن علاجها بالعقاقير كان بها، ما كان علاجها بالعقاقير مثلا زي اللحميات زي التضخم بتاع القضاريف في الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه عندها علاقه بالشخير يا دكتور؟ طبعا. ما هي المشكله اللي بتحصل في الجيوب الانفيه ممكن تحصل في الانف، والانف هي مسار الهواء. اي مشكله في الجيوب الانفيه بتاثر على الانف، بالتالي هي بتاثر على مسار الهواء. فغالبا غالبا الشخير اللي بيؤدي لانقطاع النفس بدرجة لما يكون الشخير بدرجة عالية، انقطاع النفس ومتلازمة انقطاع النفس دي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي هي بتعمل اضطرابات النوم اللي هي بتأثر على أداء الزول خلال اليوم وبتعمل أعراض مزعجة زي الصداع وال عشان كذا بنلقى يا دكتور الزول اللي بيشخر أحيانا براخه بيجيه صحية وقحة كذا زي الشرقة، والحاجة دي دائما الناس بيقول لك إنها مرتبطة بمرض الضغط مثلا تحديدا، والزول بيصحى بيقول لك عطشان أو ريقي ناشف أو عايز موية أشرب. ده يعني الجفاف بتاع الحلق ده حاجة من الأساسيات الموجودة مع الشخير، طالما في انفزات في الأنف في مرور هواء كثير بالفم والخشم فاتح في جفاف صحيح يبقى بيجفف الحتة حركة تيار الهواء بيجفف. المسألة بتاعت الصحية دي بتجي لتنبيه مركزي في الدماغ اللي هو زول بيسحب راهو بيعدي أيوة المنطق. أيوة ما هو أنت عندك مجرد ما الأكسجين نقص زاد ثاني أكسيد الكربون تركيز في الدم عندنا مراكز عليا في الدماغ بتعيد توترات بتزيد التوتر بتاع العضلات وبتنبه عشان الزول يصحى مع الصحيان التوتر بتاع العضلات بيرجع بياخد نفس بياخد فتره كده الاكسجين رجع الامور ظبطت ثاني استرخى 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 نام شخر رجعت العمليه زي ما هي من جديد. هي عشان كده هي بتكون في شكل متواصلة. دوري يعني عدد الصحيات وعدد انقطاع النوم الناتج عن نقص الاكسجين الجاي من الشخير والانسداد عدد التردد ده بيدينا فكره عن شده الشخير وبيدينا فكره عن الطريقه بتاعت العلاج. يعني عندنا حاجه اسمها دراسات النوم. نعم. يعني انت بتشخر بتعمل لك دراسات نوم، دراسات النوم فيها كم حاجه. الناتج من دراسات النوم بيحسب المعدل بتاع انقطاع النفس، معدل الصحيان، فيها كم عامل بيكون داخله، دي بتديك فكره انت يعني الخطوة الجاية اللي بتناسب المريض تكون شنو في العلاج. بعض الناس تدل الحنك الرخو زائد التضخم في اللوستين للناس الكبار بيكون سبب أساسي فقط في الشخير، وفي الحالة دي بنعمل تدخل جراحي بشكل معين لجراحة في اللها زي جراحة في اللوستين الشخير برضو بيقل قد يختفي تماما. ناس الشخير دايما يا دكتور بتلقاهم بيقول لك والله لما تقول لي شخرت يقول لك والله ما شخرت. بينكروا. اي زول ماشي الدكتور المفروض يصور بينكروا. المريض ده يا جماعه يقول انا حوديك وبينكروا تماما الناس زين. لما العيان يجي يشتكي ويكون معه مرافق وتسال المريض تقول له انت بتشخر؟ يقول لك لا. لا اول حاجه بتلفت للزول اللي معه. ده يتاكد ان الزول اللي معه ده حيقبض ولا ما حيقبض. لكن هو عاده ما بيجيك هو من نفسه يا دكتور بيقول لك انا بشخر بيجيك لا في بعضهم تانية. بيجي في بعضهم بيجي في زول بيجي باعراض ثانيه مشاكل أيوة اخرى أيوة مثلا أيوة. ما في ناس الشخير ذاته بيعمل لهم مضاعفات كبيره جدا جدا. زي شنو المضاعفات اللي بيعملها الشخير؟ المشاكل بتاع القلب وعضله القلب والمشاكل بتاع الرئتين وزياده الضغط في النقص بتاع الاكسجين في الدماغ وكده دي كلها بتعمل تبعات بيمشوا لاخواننا في الباطنيه والقلب وكده وهم بيتم توجيههم ببعض التخصصات الثانيه نعم. بانهم يعالجوا المشكله بتاعت الشخير لان هي الاساس بتاع المشاكل في العضله بتاعت القلب المشاكل في التضخم بتاع القلب كده يعني. فالشخير حاجه ما محبذه في كل التخصصات الطبيه يعني حاجه بيكون عنده مضاعفات في كل الاجزاء بتاعت الجسم نعم. ففي بعضهم بيجي محول بتوجيه من بعض الاستشارات الطبيه الاخرى، في بعضهم بيجي من الناس اللي ساكنين معه لانه في بعضهم بيجي يعني. هو ذاته اداؤه في الحياه قل لانه بالليل ما بياخذ راحته من النوم أيوة. بالتالي اداؤه خلال اليوم بيكون طوالي مرهق متعب زي الصداع بيكون حاسب انه حياته ما تمام، فهو بيكون عارف سلفا انه المشكله دي جايه من شنو من الشخير وعدم النوم طيب. فبالتالي بيجي بيطلب النصيحه الطبيه من تلقاء نفسه. دكتور نحن عرفنا العلاج بتاع الشخير عند الأطفال أنت قلت تدخل جراحي وحتى عند الكبار أحيانا بكون جراحي، لكن في ممارسات نشاط رياضة أو حاجات ممكن تدعم للإنسان يقلل منها من الحدة بتاعت الشخير أو من كثرة الشخير؟ طبعا مثلا طالما الحاجة عندها علاقة بالوزن
يبقى لازم رياضة والحمية الغذائية والطريقة بتاعة التنوم وثقافتك خلال اليوم حركة جسمك واهتمامك بوزنك واهتمامك يعني ما هو انت عشان تهتم بوزنك ودي حاجة معرف يعني معروفة يعني حتى صحيح. يعني دي مسألة عامة يعني فبيقول لك من أول حاجة انت عشان حتى الإنسان ما طبيب يعني في ناس مثقفين وفي ناس عندهم فكرة بيقول لك انت طالما وزنك زايد وعامل شخير فانت لازم رياضة معينة لازم حمية غذائية معينة لا كده يعني النوم اللي احنا شايفينها دي النوم الصحيح اللي ممكن تكون للإنسان مثلا هو يعني الجانبي دائما بدي يعني مسألة بتاع بتجنبك الضيق اللي بيجي من بتجنبك انك تفتح خشمك طبعا حاجة ما جميلة اطلاقا خالص يعني لا خلال النوم لا خلال الأكل لا يعني فتحت الخشم حاجة ايوه لكن الأصعب منها لو رقد معك زول وهو بيشخر دي حاجة صعبة ومزعجة أيوة صراحة دكتور صراحة الشخير إذا احنا تكلمنا عنه حنلقى نفسنا في حلقات لكن أنت تكلمت لين عن أسبابه وطرق علاجته وغايته لكن حنتكلم المرة الجاية خلينا نتفق إنه نحن أنت لازم تجينا عشان نتكلم عن الجيوب الأنفية وأنا واحدة من المتضررين يا جماعة هي واحدة من العوامل بس ما بشخير واحدة من العوامل بتاعت الشخير يعني كل ناس الجيوب الأنفية برضو بيشخروا فيهم نسبة عالية بتشخر نتيجة للأمراض بتاعت الجيوب الأنفية شو الشخير ده يعني بيشمل لك مجموعة بتاعت مواقع بتاعت أمراض في التخصص بتاعنا عالية إن الأنف الحلق لا لا نحن نشوف الشخير الحلقة الجاية لكن الجيوب الأنفية دي مسألة محسومة يعني خلاص نحن نحسمها في الحلقة الجاية الجيوب دي زي ما حسمنا الشخير اليوم شاكرين ومقدرين لوجودك دكتور محمد صديق استشاري الأنف والأذن والحنجرة شكرا شرفتنا من خلال صباح الشروق شكرا لك